ترافق إعلان 4 مناطق في البلاد كبؤر لفيروس كورونا المستجد، وهي شربة والمرسى والبحيرة وسكرة، بمصطلح الانتشار الأفقي للفيروس. والمراد من هذا المصطلح تغير طريقة العدوى من عدوى وافدة إلى عدوى محلية. والعدوى المحلية تعني أنه لا يمكن تحديد المصاب رقم واحد من بين الحالات المسجلة، وهو ما يستوجب عدم مغادرة المواطنين لهذه المناطق باعتبار أن هذه التصرفات تساهم في انتشار الفيروس. كما أن العدوى الأفقية تعني أيضا إصابة شخص لم يسافر ولم يختلط بأشخاص كانوا على سفر، ما يعني تعرضه لعدوى من مريض غير معلن. وعلميا يساوي مصطلح بؤرة بداية العدوى الأفقية، بحيث لا يصبح المقربون من المصاب فقط هم المعرضون لخطر العدوى، بل كل من يوجد بتلك البؤرة، ما يعني مجددا أن الالتزام بالحجر الصحي التام وسيلة فعالة لمنع انتشار العدوى.